محمد صلاح بيصنع التاريخ في ليلة كانت مميزة لليفربول على مستوى النتيجة وعلى مستوى الأداء، ولكن حزينة من ناحية تانية على مستوى هيرفي إيريوت اللي اتصاب إصابة مؤثرة جدا وإصابة ما تطمنش تماما. هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقة. فطالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات أول بأول. يلا بينا نخش نتكلم على ليفربول ومحمد صلاح وهيرفي إيريوت. حطيني رقم واحد في الأقصية. ليفربول النهاردة بدأ بالأربعة 3-3 اللي بيبدأ بيها على طول، والعناصر اللي في الملعب محفوظة نوعا ما: أليسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد، روبرتسون، فابينيو، تياجو، إليوت، صلاح، ماني وجوتا. النهاردة ليفربول في البداية ضد ليدز، ليدز يونايتد انت معروف ليدز يونايتد بيلعب ازاي، ايه طريقه ليدز يونايتد اللي هي البيلد اب بلاي من تحت لفوق، ما بيلعبوش كره طويله، بيحاولوا يشكلوا الضغط العالي على الخصم عشان يستخلصوا الكره في اقرب مكان للمرمى من الخصم. كل الكلام ده كل معروف عن بيلسا وكل معروف عن ليدز يونايتد. لكن ليفربول واجهه الناحيه الثانيه ازاي؟ اولا واجهه ازاي؟ اول حاجه خلى هيرفي إيليوت وتياجو الاقرب فيهم يمسك اللاعب نمره 23 اللي بينزل من نص ملعب ليدز يونايتد علشان يبتدي الهجمه، فبالتالي ما بقاش عارفين ليدز يونايتد يبداوا الهجمه من ناحيه اللاعب نمره 23 اللي في نص الملعب. فكان تياجو او هيرفي إيليوت الاثنين ايا كان فيهم القريب كان بيبقى ماسك اللاعب ده وواقف في ظهره، مش مديله الحريه ان هو يستلم الكوره في نص ملعبه ويبدا الهجمه لليدز يونايتد. دي حاجه. الحاجه الثانيه الضغط العالي بتاع ليفربول، كان بيضغط ضغط عالي شرس جدا بالثلاثي الامامي صلاح، جوتا، ماني، وكان بيضغط ضغط عالي جدا على دفاع ليدز يونايتد عشان ما يديش الحريه انه يحضر باريحيه ويحضر باريحيه على الارض، لا بيخليه يعتمد على الكوره الطويله. ولما كان بيعتمد على الكوره الطويله كان ليدز يونايتد بيعتمد على الكوره الطويله في حالتين. الحالة الأولى إن خلاص كل الحلول اللي نلعب على الأرض انتهت، فيبتدي يلعب كرة طويلة عشوائية أو يتلعب كرة طويلة في ظهر الدفاع اللي كان بيبقى نوعا ما متقدم علشان يخلي ليفربول الضغط العالي بتاعه والتقدم بتاع الدفاع يخليهم يلعبوا في ال 30 متر الأخرى عند ليدز يونايتد. وده ليفربول نجح فيه في بعض اللقطات أو معظم الشوط الأول. ليفربول كان ناجح في الحتة دي إن هو يقفل على مفاتيح لعب ليدز يونايتد، ما يخليهمش يحضروا بأريحية، ما يخليهمش يلعبوا كرات على الأرض مميزة، لا خليك تعتمد على الكرة الطويلة وانا هستخلص منك الكرة الطويلة واخد الكرة الثانية وانا اللي هبدا الهجمة وانا اللي هبقى مستحوذ على اللقاء في مجريات اللقاء. وده اللي عمله ليفربول، خلى ليدز يونايتد يعتمد على الكرات الطويلة، يلعب كرات طويلة كرات طويلة كرات طويلة، ولاعيبة ليفربول كانت بتقدر تاخد الكرات الطويلة دي وتنزلها على الأرض وتلعب كورة سلسة على الأرض سواء تياجو أو هيرفي إيليوت اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا في نص الملعب. تياجو المميز جدا اللي بياخد الكرة مش بيلعب كورة، لا ده بيعزفها. تياجو بياخد الكره بيعزفها النهارده. هيرفي إيليوت من اللاعبين المميزين جدا واللاعبين اللي كانوا طالعين بشكل مميز، لاعب مميز جدا، حركته بالكوره فليكسبيليتي مميز جدا، عنده مرونه بالكوره، بيعرف يعدي الاول والثاني، عنده مرونه اللي هو يعرف يحرك جسمه ويعدي من اللاعب والثاني بكل سهوله. ولكن للاسف 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 جات له اصابه بنسبه كبيره هتنهي موسمه. هيرفي إيليوت جات له كسر مضاعف في الساق، كسر المضاعف دي جات لكذا لاعب على مر التاريخ ومر العصور، لكن اللي فاكرهم لحد دلوقتي هم لوك شو مع مانشستر يونايتد من تقريبا 3 أو 4 سنين، وكان لوك شو على المحك وكان مستقبله على المحك. واللاعب الثاني برضو اللي كان في ذهنتي او جه في دماغي هو محمد ابراهيم لاعب الزمالك المصري، لاعب برضو جات له نفس الاصابه في 2016 وابتدى يتعافى 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 منها لحد ما رجع للملاعب مره اخرى بعدها تقريبا بموسم كامل او 6 شهور. هيرفي إيليوت الكلام المبدئي انه هيغيب من 5 لـ6 شهور عن الملاعب، وقت قياسي ان هو يرجع في شهر 2 أو شهر 3، ويبقى وقت قياسي قوي 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 لو رجع في شهر 1. وان شاء الله تكون الاصابه هي اصابه قويه بس يتعالج منها بسرعه، يتعافى منها بسرعه. يو ويل نيفر وكالون، يو ويل نيفر وكالون هيرفي إيليوت، اكيد مش هنسيبك تمشي لوحدك، لن تسير وحدك ابدا، كل جماهير ليفربول في ظهرك، كل جمهور ليفربول بيحاول يساند هيرفي إيليوت ان يديله الدفعه ويديله البيشن ويديله السبورت ان هو يرجع تاني من جديد ويرجع تاني يلعب كما كان ويرجع ما يحبطش تماما. كل ده وارد في كره القدم وان شاء الله ترجع كما كنت وافضل باذن الله. ولكن الشوط الاول ككل ليفربول كان افضل ليه، ليفربول كان بيلعب هو الاريح، ليفربول هو اللي عارف يتحكم في مجريات اللقاء، ليفربول كان بيضغط ضغط مميز جدا ومدروس مش ضغط عشوائي.
مش ضغط عشوائي. لما جوتا كان بيروح يضغط على اللاعب او يقفل عليه زاويه التمرير كنت بتلاقي تياجو الكانتارا بينزل على اللاعب نمره 23 علشان ما يدوش اريحيه ان هم يلعبوا له ويستلم الكوره ويبدا الهجمه. وناحيه ايلينج بتلاقي ماني بيجري عليه علشان يلعب الكوره الطويله. وده ليفربول قدر ينجح فيه بسبب حاجات كتير. اول حاجه قدر يسجل هدف من الحته دي اللي هو الضغط العالي. الضغط العالي ادى الكره طويله. الكره الطويله استخلصت من لعيبه ليفربول ولعبوا هجمه مرتده على ليدز وقدروا يسجلوا الهدف الاول عن طريق ارنولد وماتب وصلاح. وحط الهدف الاول محمد صلاح. ومحمد صلاح بالهدف دون وصل للهدف المية مع ليفربول. الهدف رقم 100 في 162 مباراة. تقريبا اسرع لاعب افريقي او اسرع لاعب في البريمير ليج ياخد او يجيب 100 هدف في 162 مباراة. 162 مباراة جاب فيه 100 هدف وجاب 40 اسيست. يعني غالبا ال 160 مباراة اللي صلاح لعبهم صلاح شارك في الاهداف اللي اتلعبت في كل المباريات. محمد صلاح ايقونة. ايقونة مصرية عربية افريقية بكل تأكيد. محمد صلاح سنة والتانية والتالتة ويبقى ايقونة من ايقونات البريمير ليج. محمد صلاح بيدخل التاريخ زي ما كنت كاتب في الثام نيل. محمد صلاح يصنع التاريخ. صلاح يصنع التاريخ بكل تأكيد. سقفة لمحمد صلاح بكل تأكيد. لاعب ليه كل الكريدت انه يلعب بكل اريحية ويعمل كل الانجازات اللي بيعملها محمد صلاح. ونهاية الشوط الاول بالواحد صفر. الشوط الثاني ليفربول مش اقول لك هدى الريتم ولكن ليفربول ابتدى هو انا هوزع مجهودي على المباراه مش هلعب طول المباراه ضغط عالي. فبيجي في الدقيقه 70 او الدقيقه 75 البدن يقع فالفريق الخصم يركب عليا ويبتدي يرجع في المباراه. لا انا هنظم فريقي هنظم مجهودي هبتدي الشوط الاول نوعا ما مريح مش ضاغط قوي. وكمان بعد اصابه هيرفي اليوت المروعه خرج هيرفي اليوت ونزل بداله هندرسون فالريتم هدي كده كده لان في نص الملعب هيرفي اليوت وتياجو كانتارا الاثنين كانوا بيسرعوا الريتم في نص الملعب. لما نزل هندرسون نوعا ما بطئ الريتم شويه هدى الريتم شويه. وساديو ماني اللي بياخد كل كره عايز يشوط يعني شوط النهارده تقريبا على الجول 280 الف كره جاب جول ضيع فرص بطريقه غريبه. ساديو ماني مش عارف ماله. انا مش عارف ساديو ماني ماله بصراحه. بس انا عندي ملحوظه معينه او حاجه عجباني جدا في ليفربول وهي الثلاثي الهجوم صلاح جوتا ماني. اتمنى الثلاثي ده هو اللي يتثبت. فيرمينيو يريح شعبك. ثلاثي متفاهم جدا. ثلاثي حتى لما بيدي له حريه حركه بيعرف يتفاهموا جدا. النهارده في الشوط الاول جوتا وماني كنت بشوف كتير جدا 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 ماني احيانا هو المهاجم وجوتا على الطرف الشمال او ماني على الطرف الشمال وجوتا المهاجم. فليكسبيليتي بتاع جوتا انه يلعب وينج يمين او وينج شمال او مهاجم بتدي اريحيه للثلاثي الهجومي ان هو يلعب باريحيه ويغير اماكنهم بكل اريحيه ويلخفنوا الخصم ويلخفنوا دفاع الخصم. ليفربول قدم مباراه كبيره يوصل للنقطه العشرة ويقاسم في الصداره مع تشيلسي مع مانشستر يونايتد. وبعد كده في المباراه مجريات اللقاء فابينيو جاب الجول الثاني في اخر مباراه تقريبا في الدقيقه 92 حط ماني الهدف الثالث وليفربول يوصل للنقطه العشرة في مباراه مميزه جدا 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 جدا. ليفربول يطمن. ليفربول اداؤه يطمن. يورجن كلوب بتكتيكه واداؤه يطمن. ولكن الدبث بتاع ليفربول ما يساعدوش. الدبث بتاع ليفربول ما يساعدوش. اي اصابه اي طرد اي ايقاف ايا كان ايه اللي بيحصل فالسكواد بتاع ليفربول ما يساعدوش. هيرفي اليوت اتصاب النهارده فهتلاقي البديل بتاعه هندرسون او تشامبرلين او نابي جيتا. مش نفس المستوى مش نفس الفيرجن بتاع هيرفي اليوت. هتلاقي الدنيا قلت نوعا ما في نص الملعب شويه بسبب ان هيرفي اليوت هيغيب. حد من الدفاع لا قدر الله اتصاب هقول لك عندك وفره في الدفاع شويه. جوميز وابراهيم كوناتي وفان دايك وماتب عندك نوعا ما وفره. ولكن على الناحيه اليمين لو اتصاب ارنولد هتلعب مين؟ ميلنر وتقعد تلصم بميلنر اللي عنده 35 سنه. وناحيه الشمال روبرتسون اتصاب هتقول لي اتس ماكس ماشي. الثلاثي الهجومي صلاح ماني ايا كان فيهم كده كده هيغيبوا عنك في شهر واحد. كده كده الاثنين هيتاخدوا منك في شهر واحد. هتعمل ايه؟ كل الكلام ده لازم يطرح على يورجن كلوب ويطرح على ترابيزه يورجن كلوب. كان المفروض يطرح عليه في السيف عشان يبتدي يدعم. ولكن يورجن كلوب واداره ليفربول البخيله ما دعمتش. ولكن في الاول وفي الاخر
ده رأي شخص واحد، هو انا في مباراة ليفربول وليدز يونايتد. قول لي رأيك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل ليفربول قادر بالسكواد ده بالشكل ده يكسب البريمير ليج السنة دي ولا صعبة في ظل سكواد تشيلسي وسكواد يونايتد وسكواد سيتي؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو حركة بس تشعر من لايك وعلى الماتشين تعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس حركة تجيلك اول باول. طب انا عصر جميلة تحت الديسكريبشن تحت، ومعنا مش عارف فيسبوك كريتير على تويتر. مع مصطفى، شكرا الحلقة الجاية، سلام.